السلام عليكم. مسؤولون أمريكيون قراصنة إيرانيون اخترقوا شبكات حكومية لإنتاج عملات مشفرة. إن لم تكن مشتركا في القناة في الشركة، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. قال مسؤولون أمريكيون إن هاكرز ترعاهم الحكومة الإيرانية اخترقوا شبكة وكالات حكومية أمريكية لم يذكروا أسماءها ابتداء من فبراير بهدف تثبيت برامج لإنتاج العملات المشفرة. ووفقا لتقرير أصدره مكتب التحقيق الفيدرالي ووكالة الأمن السبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي، فإنه على الرغم من أن الاختراق قد بدأ على الأرجح في فبراير، إلا أن المسؤولين في وزارة الأمن الداخلي تصدوا له في يونيو، واستغل القراصنة ثغرة أمنية معروفة على نطاق واسع حذرت منها وكالة الأمن السبراني في ديسمبر 2021، وجهت الوكالة الأمنية بمعالجتها، ولم يتضح الدافع النهائي للمتسللين الإيرانيين، ولم ترد وكالة الأمن السبراني ومكتب التحقيق الفيدرالي على الفور على طلب شبكة CNN للتعليق، وقالت CNN إنه غالبا ما تعتمد فرقة القراصنة الإلكترونية للدول الكبرى بما في ذلك الصين وإيران على المتعاقدين الذين يمنحون تلك الحكومات قدرا معقولا من إنكار مسؤوليتهم عن القرصنة. وكانت الولايات المتحدة استخدمت أيضا متعاقدين لبناء قدراتها الإلكترونية الهجومية. في الأخير إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.